بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا.
سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا
فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kori yang baru saja turun dari mimbar dengan nomor teki 116 bernama Muhammad Safwan bin Mahli.